انا ادعو الاستاذه الدكتوره سميره هدى من جامعه محمد الاول وجده مراكش من حيث ضيف الرئيس في كلمتها الغالي. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أستاذ الأساتذة الأفاضل، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه لمن دواعي غبطتي وسروري أن أشارك معكم في فعالية المؤتمر الدولي الكبير المبارك تنظيما وغاية بورقة بحثية عنوانها محمد صلى الله عليه وسلم خير قائد للبشرية في عيون الكتابات الغربية المنصفة. وقبل أن أستعرض تفاصيل هذه الورقة، أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان إلى كل الإخوة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر المبارك بجامعة رفاه المباركة على كرم الدعوة وشرف المشاركة في هذا الموضوع الأساسي والمحوري، ألا وهو موضوع القيادة في علاقته بالدين الإسلامي. فقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوة للناس في واقع الأرض وقائدا للبشر في واقع الأمر، تجمعت فيه كل الصفات الحسنة والأخلاق الطيبة التي تفرقت في البشر، فهو قائد في شرفه ونسبه، فقد اصطفاه الله عز وجل من أشرف العرب وأوسط الأنساب، ينتهي نسبه بالنبي إسماعيل عليه السلام، فقد ورد في صحيح الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل، واصطفى من كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. لقد اصطفى الله محمدا من أشرف العرب وحفظه صغيرا، بداية من اصطفائه من أوسط النسب وأشرفه، وولادته من زواج صحيح لا من سفاح باطل. فقد كان وما زال لشرف النسب مكانة كبيرة في نفوس الناس، لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة نبوة كانت أو ملكة، وينكر ذلك على وضيع النسب، فيأنف كثير من الناس الانضواء تحت لوائه. فلما كان محمد صلى الله عليه وسلم يعد للنبوة، هيأ الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدا له على التفاف الناس حوله. فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ويجعله يهتم بمعاليها وفضائلها. والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنفسهم وتزكية أنسابهم وطهر أصلابهم، ويعرفون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم ويبشرونهم. فمعدن النبي صلى الله عليه وسلم طيب النفيس، فهو من نسل إسماعيل الذبيح وإبراهيم الخليل، فقد ولد عليه الصلاة والسلام في شهر ربيع الأول من عام الفيل، وتوفي والده قبل أن ترى عين الحبيب المصطفى النور، وتوفيت أمه بين مكة والمدينة بمنطقة الأبواء، ثم كفله جده عبد المطلب وهو سيد قريش دون منازع وهو طفل، فكان له جدا عطوفا شديد الرقة عليه، إذ كان يؤثره على أولاده إلى أن بلغ الثامنة من عمره، فتوفي جده فرأى قبل وفاته أن يعهد بكفالة حفيده محمد إلى عمه أبي طالب، وهو سيد من سادات قريش أيضا، وقد مكت عنده فترة طويلة من الزمن يقوي جانبه، وفي ذلك ما فيه من العزة والمناعة. محمد صلى الله عليه وسلم قائد الخلق الرفيع، وحفظ الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم شابا اتحماه من أن يقع فيما يقع فيه الشباب عادة من الطيش والنزق، اشتهر بين قومه
وهو شاب بالصدق والأمانة، فقد تمكن صلى الله عليه وسلم من أن يكون قائدا متميزا في حسن الخلق والقيم العالية التي تبنى بها الأمم وتقام عليها الحضارات القويمة. فقد نشأ النبي صلى الله عليه وسلم على مكارم الأخلاق ومحاسنها، حفظه الله تعالى من كل ما يخالف كريم الخلق، فكان لا يشرب الخمر ولا يؤكل مما ذبح على النصب ولا يحضر للأوتان عيدا أو احتفالا، بل كان من أول نشأته نافرا من هذه المعبودات الباطلة، حتى لم يكن شيء أبغض إليه منها، وكان لا يصبر على سماع الحلف باللات والعزى. فقد أعده الله عز وجل إعدادا معصوما من نزغ الشيطان ونفته، وحفظ باطنه صحيحا، وتجلى هذا الحفظ في حادثتي شق الصدر الأولى التي كانت في بادية بني سعد، وهو عند مرضعته حليمة السعدية، وكان في الرابعة من عمره. خشيت عليه حليمة بعد هذه الوقعة فردته إلى أمه، والثانية كانت ليلة الإسراء كما روى ذلك البخاري ومسلم. يقول المستشرق رينان في كتابه الموسوم بالإسلام والثقافة العربية: كان محمد بريئا من روح الكبرياء، متواضعا، صادقا، أمينا، لا يحمل المقت لأحد، وكان قلبه طاهرا رقيق الشعور. وفي نفس الإطار يقول المستشرق الفرنسي دينيي في كتابه محمد رسول الله: هذه الصحة الأخلاقية والجسمية التي يدين بها إلى البادية ساعدته كثيرا على تحمل ما ابتلي به بعد من محن. كان محمد يحب إعادة ذكريات تلك الفترة، وكثيرا ما كان يقول: إن من نعم الله علي التي لا تقدر أني ولدت في قريش وهي أشرف القبائل، وأني نشأت في بادية بني سعد وهي أصح المواطن بالحجاز. وقد بقيت منطبعة في نفسه صور البادية التي كانت من أول الأشياء تأثيرا في حسه، على أن استعداده للتأمل والوحدة لم يكن لينسجم مع أخلاق أقرانه الصاخبة، فكان يفضل اعتزالهم في ألعابهم ويذهب وحيدا حيث الهدوء والسكون. ويقول المستشرق الإنجليزي ويليام وير في كتابه حياة محمد: محمد نبي المسلمين، لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه وحسن سلوكه، ومهما يكن من أمر فإن محمدا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف، وخبير به من أنعم النظر في تاريخه المجيد، ذلك التاريخ الذي جعل محمدا في طليعة الرسل ومفكري العالم. ويقول في موضع آخر من نفس الكتاب: إن النبي محمدا في شبابه طبع بالهدوء والدعف والطهر والابتعاد عن المعاصي التي كانت قريش تعرف بها. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره، خرج تاجرا إلى الشام في مال خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، التي أمانته على مالها لما بلغ من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم أخلاقه، فكان قائدا في قافلة التجارة إلى الشام، فرأت خديجة رضي الله عنها في مالها من الأمانة والبركة ما لم ترى قبل هذا. قال المستشرق الأمريكي مايكل هارت، وهو صاحب كتاب الخالدون 100، أعظمهم محمد رسول الله: كان محمد صلى الله عليه وسلم زوجا وأبا، وكان يعمل في التجارة ويرعى الغنم، وهذا الامتزاج بين الدين والدنيا هو الذي جعلني أؤمن بأن محمدا هو أعظم الشخصيات أثرا في تاريخ الإنسانية كلها. فقد كانت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الأولى قبل أن ينزل عليه الوحي حياة هدوء وسلام تميل إلى الدعاء، مما جعل المستشرق الإنجليزي ويليام موير في كتابه حياة محمد يقول: إن محمدا لم يكن في وقت من الأوقات طامعا في الغنى، إنما سعيه كان لغيره، ولو ترك الأمر لنفسه لآثر أن يعيش في هدوء وسلام قانعا بحياته بحالته.
وبعد بلوغه سن الأربعين نزل جبريل عليه بالوحي، وكان من الطبيعي أن يبدأ بعرض رسالة الإسلام أولا على ألصق الناس به من أهل بيته وأصدقائه، فأجابه من هؤلاء الذين لم يخالجهم شك ولم تداخلهم ريبة قط في نبوته صلى الله عليه وسلم، وهم قوم عرفوا في التاريخ الإسلامي بالصادقين الأولين، وهم خديجة أم المؤمنين، أبو بكر الصديق، زيد بن حارثة، وابن عمه علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول المستشرق سديو في الجزء الأول من كتابه الموسوم بتاريخ العرب: ولقد بلغ محمد من العمر 25 سنة، استحق بحسن سيرته واستقامته مع الناس أن يلقب بالأمين، ثم استمر على هذه الصفات الحميدة حتى نادى بالرسالة ودعا قومه إليها، فعارضوه أشد المعارضة، ولكن سرعان ما لبوا دعوته وناصروه، وما زال في قومه يعطف على الصغير ويحنو على الكبير ويفيض عليهم من عطفه وأخلاقه. وفي المدينة المنورة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد النبوي، وأخى بين المسلمين المهاجرين والأنصار، وهو من أروع الأعمال في التاريخ البشري. كما قام عليه الصلاة والسلام بوضع ميثاق التحالف الإسلامي الذي عامل على إزاحة ما كان من حزازات في الجاهلية وما كان من نزعات قبلية جائرة، واستطاع بفضلها إيجاد وحدة إسلامية شاملة. فقد كانت الهجرة إلى المدينة المنورة نقطة تحول في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الذين تبعوه في مكة قليلين، فإن الذين ناصروه في المدينة كثيرون. وبسرعة اكتسب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الدين الإسلامي قوة ومنعة، وأصبح محمد أقوى وأعمق أثرا في قلوب الناس. وفي السنوات التالية تزايد عدد المهاجرين والأنصار، واشتركوا في معارك كثيرة بين أهل مكة وحلفائهم وأهل المهاجرين وأهل المدينة من المهاجرين والأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام أعظم قائد سياسي عرفه التاريخ، فكان يقود الجيوش ويحارب ويصاب في الحروب، فقد دعا إلى الإسلام ونشره باعتباره أهم وأعظم الديانات الإسلامية، وأصبح قائدا سياسيا وعسكريا ودينيا. وبعد 13 قرنا من وفاته، فإن أثر محمد عليه الصلاة والسلام ما يزال قويا متجددا. يقول الباحث الأمريكي وول ديورانت: كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا كبيرا وتوحيديا كاملا، لم يكن له نظير، جاء لإصلاح البشر، فهو المسؤول الأول والأوحد عن إرساء قواعد الإسلام وأصول الشريعة والسلوك الاجتماعي والأخلاقي وأصول المعاملات، بيّن للناس حياتهم الدينية والدنيوية. ففي القرآن الكريم وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم وآخرته. وهكذا نجد بعض الفلاسفة والعباقرة من المستشرقين وعلماء الغرب يؤيدون الدعوة المحمدية ويقدرون محمدا عليه السلام ودعوته بطريق مباشر أو غير مباشر. ولعمري إن هذا النصر عظيم للإسلام على مر العصور والأزمان. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله. على حول موضوعه المقال: القيادة الإسلامية أو مقوماتها وأهدافها. وجزاكم الله ونشكره الأستاذ على كلمته. والآن أدعو الأخ أستاذ دكتور سميع الله زبيري أن يتقدم مقاله في هذا المؤتمر حول موضوع بناء الشخصية الطفل القائد في ضوء السيرة النبوية. فأدعو أستاذ سميع الله زبيري أن
يقدم مقالته. أستاذ سمي الله زبيري. الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذي بدء فأنا دكتور سميع الله زبيري من جامعة العلامة إقبال المفتوحة في قسم اللغة العربية. أهنئ رئاسة هذه الجامعة جامعة رفاه العالمية بإسلام آباد عاصمة باكستان ورئاسة قسم الدراسات الإسلامية ورئيس قسمه رئيس القسم دكتور طاهر بن نذير أحمد على عقد هذا المؤتمر الدولي الثاني حول القيادة في ضوء السيرة النبوية أو في الإسلام. فبعد ذلك لي مقال ملخصه عن عنوان بناء شخصية الطفل القائد في ضوء السيرة النبوية. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة طيبة وأسوة حسنة كما قال تعالى في سورة الأحزاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد وسيد لبني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عن قيادته وأوليته وأسبقيته عليه الصلاة والسلام وفضله فضل الله عليه أنه قال: أنا أول من ينشق الأرض من تنشق الأرض منه، وأنا أول من يدخل الجنة. فهذه الأولية والأسبقية خير دليل على قيادته وسيادته عليه الصلاة والسلام. وكما أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل في آخر النبوة خاتما للنبيين، لكنه سوف يبعث ويقوم أمام الله سبحانه وتعالى مسبحا ومحمدا أول وهلة وبأول فرصة وقبل كل نبي، وسوف تدخل أمته في الجنة قبل كل أمة. فهذا هو الفضل الذي فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى أمته وجعله في مقدمة النبيين والرسل. ثم حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في القدس بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بيد أنه كان آخر الأنبياء، لكنه أصبح إماما لهم لأن جبريل عليه السلام أخذ بيده بيمينه وقدمه للإمامة. فهذا فيه خبر وإنباء أن الإمامة قد تحولت من اليهود والنصارى إلى الأمة المحمدية، وتبديل القبلة تبديل وتحويل القبلة دليل آخر منصوص من الله في سورة البقرة أن القيادة قد تحولت من بني إسرائيل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم ينبغي له أن يعرف مكانه وأن يعرف مسؤوليته تجاه القيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة السجدة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله الدمشقي تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية المتوفى 751 للهجرة أنه تنال الإمامة والقيادة شيء واحد، تنال الإمامة بشيئين: بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. المشكلة في الأمة الإسلامية هذه الأيام قلة الصبر وضعف اليقين. وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يفلح آخر هذه الأمة إلا بما أفلح به أولها. قالوا: كيف ذلك؟ قال: بالزهادة واليقين، الزهد في الدنيا واليقين في الآخرة. فهذه هي صفات القائد المسلم. أما الطفل فهل نجد في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نماذج مشرقة متلألأة منظرة في بناء شخصية الطفل أن يكون قائدا في المستقبل؟ فبالاختصار الشديد ولضيق الوقت أنا سوف أشارك معكم
ثلاثه مواقف في سيره عطيره للنبي صلى الله عليه وسلم مع الاطفال. حينما كان يمشي الى المسجد او الى السوق وجد الاطفال يلعبون بالرمايه يرمون، فاخذ بيد احد الاطفال وسدد يده وقال ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا، يعني انتم ترمون وتلعبون الرمايه انا اعلمكم كيف ترمون. فهذا التسديد وهذا السداد يدل كما قال عليه الصلاه والسلام الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، فهذا يدل على ان يكون الطفل قائدا في المستقبل ويدافع عن ملته وعن دينه وعن عقيدته وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم موقف اخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم محببا ومحبا لصبته حسن بن علي رضي الله عنه، وكان قد تربى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، والحسين عند ابيه علي، والحسن عند جده محمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وضع يده على رأسه وقال إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فصدق ما قال حينما أصبح الحسن بن علي خليفة للمسلمين. ثم مضى 6 أشهر ولم تصلح أمور المسلمين إلا كانت هناك فتن، فتنازل من أجل سيدنا أمير معاوية رضي الله عنه وقال يدي في يدك، أبايع على يدك، وأتنازل عن حقي في الخلافة رحمة بالأمة وحتما للقضاء قضاء على الخلافة. فصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد لعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين. متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ حينما كان طفلا، هذا الرجل الذي كان أصبح خليفة للمسلمين وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنني سوف أكون رجلا عظيما قائدا أصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فهذا لابد منه أن نخبر أولادنا أنكم سوف تفعلون أشياء طيبة وكبيرة وتكونون قادة، وجعلنا للمتقين إماما. وفي الأخير أنا أذكر دور الوالدين والمربين والمعلمين في بناء الطفل. ولما بلغه السعي، هذا إسماعيل عليه السلام، ولما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. انظر إبراهيم عليه السلام كيف يصنع ولده قائدا ومسؤولا، فقال أنا أرى في المنام أني أذبحك. هذا موقف شديد جدا جدا لا يتحمله والد ولا ولد ولا والدة، لكنه آنس معه واستأنس وقاربه وقربه، ثم تكلم معه كصديق ورفيق، ثم قدم أمامه يعني ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى به، يعني أنا أذبحك. فقال له ابنه يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأنه ابن القائد الناجح نبي الله وجد الأنبياء ورسول الله وخليل الله. فهذه التربية الأولى الآباء والمربون لا ينبغي لهم أي يهملوا في تربية أولادهم ويقولوا هؤلاء يدرسون في المدارس وفي الجامعات ويكونون عظماء. لا، العظماء لا يكونون في الجامعات والمدارس، وإنما يكونون في بيوت آبائهم وأمهاتهم، كما أنتم تعرفون في قصة إسماعيل عليه السلام وقصة سيدنا حسن بن علي رضي الله عنهما. ولقمان عليه السلام رضي الله عنه يقول لابنه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. لماذا لا تشرك بالله؟ ثم بين الدليل والتعليل، قال لا تشرك بالله لأن إن الشرك لظلم عظيم، وتكلم معه بأسلوب الحوار وجعله مسؤولا عن عقيدته وعن بيته وعن والده. فهذه هي النماذج المشرقة الموجودة في سيرة أطيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في بناء شخصية الطفل القائد وفي القرآن الكريم ودور المعلمين. وفي الأخير أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بيت أنس بن مالك خويدمه، وكان عنده أخوه أبا عمير، كان عنده حمام أصفور مات، فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا أبا عمير ما فعل نغير. فهذا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للأطفال ورعايته بهم وعدم الغضب عند الأطفال،
والصبر على تربيتهم فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أستاذ وأشكر الأستاذ لكلمته ونتائج بحثه الغالي في المؤتمر الدولي الثاني سنة 2021 تحت إشراف قسم الدراسات الإسلامية. والآن أترك المجال للأخ نعيم لكي يدعو المقدم التالي والأستاذ النعيم يأخذ المجال ويدعو الأخ. جزاك الله خير. أولا نشكر الدكتور الأستاذ سميع الله زبيري من جامعة المفتوحة على مقبال المفتوحة على كلمته القيمة تحت عنوان بناء شخصية الطفل القائد في ضوء السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. وفي هذه المرحلة المجلس الثالث تحت هذه الآن أود أن أدعو المحاضر الأستاذ دكتور عامر علي أودا شبير من جامعة المدينة المنورة وموضوعه التعليم الإسلامية لحل النزاعات واتخاذ القرار ومهارات حل المشكلات في القيادة. الأستاذ دكتور عامر علي أودا من جامعة المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله الحضور الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فابتداء وانطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر جميع الإخوة الأكارم القائمين على هذا المؤتمر الدولي الثاني للدراسات الإسلامية الذي تقيمه مشكورة مأجورة بإذن الله تعالى جامعة رفاه العالمية بإسلام أباد بجمهورية باكستان الشقيقة تحت عنوان القيادة في ضوء الإسلام إطار لممارسة في العالم المعاصر. وأتقدم بين أيديكم أيها الأكارم القائمين والمشاركين ببحثي المتواضع والذي هو بعنوان التعاليم الإسلامية لحل النزاعات واتخاذ القرار ومهارات حل المشكلات في القيادة، من إعداد أخيكم العبد الفقير إلى الله عز وجل عامر بن علي عوض شبير. وأما عن أسباب اختيار هذا الموضوع وأجمعها في الأمور التالية: أولاً، تداد القرارات القيادية المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية. ثانياً، وجوء الحلول القيادية المستمدة من تعاليم الشريعة الإسلامية. ثالثاً، في معرفة هذه التعاليم المتعلقة باتخاذ القرارات وحل النزاعات وفي تطبيقها صلاح الدين وعلو كلمة الله تعالى. رابعاً، في معرفة هذه التعاليم وفي تطبيقها العزة والتمكين في الأرض. خامساً، في معرفة هذه التعاليم وفي تطبيقها سعادة الإنسان وطيب حياته، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقد تكون هذا البحث بعد المقدمة من تمهيد وفصلين ثم خاتمة. أما التمهيد فهو في مفهوم القيادة وفي مجالاتها. فالقيادة أيها الأكارم هي العملية التفاعلية التي يقوم بها القائد ويؤثر بها على المقود من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. إذن مبنى القيادة على التأثير، فكل من قام على غيره وله تأثير عليه في تحقيق مراداته فهو قائد. ويؤكد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في بيت أهله راع وهو مسؤول عن رعيته،
والمرأة في بيت زوجها وولده رائية وهي مسؤولة عنهم إلى آخر الحديث. وعلى هذا فالقيادة تتنوع مجالاتها وصورها بحسب النشاط والمحيط الذي تقوم عليه. هناك القيادة السلطانية المتعلقة بالسلطان والحاكم، وهناك القيادة الإدارية المتعلقة بالمدير الناجح في مؤسسته، وهناك القيادة التعليمية المتعلقة بالمعلم. أظن صوتكم غير واضح، لم نسمع الآن. واضح أيها الإخوة، مرة ثم تفتح حتى يكون واضح. الآن واضح؟ نعم واضح. وهناك يا إخوة القيادة الأسرية المتعلقة بالزوج، وهكذا. ثم الفصل الأول في التعليم الإسلامية لاتخاذ القرار السديد في القيادة، ولا شك أن اتباع هذه التعليم كفيل بسداد هذه القرارات وحسن معالها وعاقبتها، كما قال الله عز وجل: ذلك خير وأحسن تأويلا. ومن هذه التعليم أولا الحرص على عدم معارضة القرار لمصادر التشريع ومقاصد الشارع الحكيم. وينظر عند اتخاذ القرار هل يوجد فيه نص من القرآن الكريم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيه ذلك وجب الرجوع إليه والعمل به، وإن لم ينص عليه فينظر هل فيه إجماع للعلماء أو هل فيه قياس صحيح على أصل منصوص عليه فيؤخذ به، وما لم يرد فيه نص ولم يجمع عليه ولا أمكن قياسه قياسا صحيحا على أصل منصوص عليه فيجتهد فيه بحسب الاستطاعة، كما قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويلاحظ في هذا الاجتهاد أمور، منها جلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتكليلها، ومنها كذلك إعمال النصوص العامة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومنها موافقة مقاصد الشارع الحكيم. ثانيا من هذه التعليم الإسلامية لاتخاذ القرار السديد الرجوع إلى أهل الحل والعقد وأهل الخبرة والاختصاص، والصدور في اتخاذ القرار عن مشورتهم، ولا سيما في النوازل المتهمة. ويدل على هذا الأصل قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يستخرجونه بفكرهم وعلومهم الرشيدة وآرائهم السديدة. وما يشهد لذلك يا إخوة الرجوع إلى أهل الحل والعقد أخذ أبي بكر رضي الله عنه بمشورة عمر رضي الله عنه في جمع القرآن لما استحر القتل بالقراء يوم اليمامة، وفوض أبو بكر رضي الله عنه بذلك أهل الاختصاص والخبرة، فوض زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القرآن لأنه أحد كتبة الوحي. ثالثا من التعاليم الإسلامية لاتخاذ القرار السديد مراعاة الزمان ومناسبته للقرار، وينبغي للقائد أن يراعي الزمان الذي يتخذ فيه هذا القرار، فرب زمان يكون أكثر تأثيرا وفائدة منه عند اتخاذ القرار منه في وقت آخر. ومما يدل على ذلك يا إخوة خرق لوط عليه الصلاة والسلام، أو عفوا خروج لوط عليه الصلاة والسلام وقت الليل حين أمره أضيافه من الملائكة بذلك، قالوا: يا لوط إن رسل ربك إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل، يعني بعد مضي جانب من الليل، لماذا؟ ليكون أستر عن أن تراه العيون، وأبعد له في سيره عن قريته، وأحفظ عن أن يدري أحد من مصراه. ومما يشهد لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغزو والإغارة على العدو وجاءهم بليل لا يغير عليهم إلا في أول النهار، لماذا؟ لأنه وقت غرتهم وغفلتهم. رابعا مراعاة المكان ومناسبته للقرار، وينبغي عند اتخاذ القرار النظر في مدى ملائمة المكان له. ومما يشهد لذلك
خرق الخضر عليه الصلاة والسلام لسفينة المساكين لأجل أن تسلم من غصب الملك الظالم حين تمر بمكانه، وقال مبينا هذه الحكمة لموسى عليه الصلاة والسلام: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وبهذا يكون قرار خلق السفينة في هذا المكان سديدا حكيما، ومع أن خلق السفينة في الأصل عيب ومنكر، ولذلك قال موسى متعجبا في مبدأ الأمر: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. خامسا، معرفة حال متعلق القرار معرفة جيدة قبل اتخاذه ومراعاة مناسبته لحال متعلقه حين اتخاذه. فيتأثر القرار يا إخوة بدراسة الحال الذي يتعلق به، ولذلك ينبغي دراسة هذه القرارات دراسة جيدة قبل البدء فيها، وعلى قدر معرفة جودة المعرفة وحسن التصور يكون سداد القرار. وفي ذلك يا إخوة يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله ورعاه في كتابه رؤيتي، يقول: كلما ارتفعت جودة المعلومات التي يستند إليها القائد باتخاذ قراره ارتفعت مثلها فرص اتخاذ القرار الجيد. ومن شواهد يا إخوة مراعاة الأحوال في اتخاذ القرارات أن الطلاق كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث يعتبر واحدة. وقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، يعني جعلناه ثلاثا، وأمضاه عليهم رضي الله عنه. ثم يا إخوة الفصل الثاني في التعليم الإسلامي في التعامل مع النزاعات والمشكلات الطارئة أثناء القيادة ومهارات حلها، وفي ذلك عدة تعليم، منها الرجوع عند التنازع والاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديهما، ويجب على القائد أن يهتدي بنور الكتاب والسنة لترتفع هذه النزاعات ويضمن حميد عقباها، كما قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثانيا، الأسوة الحسنة والاقتداء بها، فإن من المشكلات يا إخوة ما يمكن حله بالفعل من صاحب الأسوة الحسنة، وذلك لثقة الناس واقتدائهم بصاحب هذه الأسوة. ومما يشهد لذلك اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بحق النبي ونحره صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، بعد أن توقفوا رضي الله عنهم عن فعل ذلك امتعاضا من بعض جنود الصلح، فأشارت أم سلمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج ولا تكلم منهم أحدا حتى تنحر بدنك وتدعو حلقك. فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر بدنه وحلق رأسه اهتدوا به، لأنه صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثالثا، استشارة أهل العلم والعقل والخبرة والأخذ بمشورتهم، فما خاب من استشار من هو أهل الخبرة وأفاد منه في حل المشكلات. ومما يشهد لذلك ما تقدم آنفا من قصة الحديبية وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. رابعا، الحكمة في حل المشكلات وعلاج النزاعات، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة في حل هذه المشكلات إعمال المهارات التالية: أولا، التدرج وتقديم الأولويات، ويشهد لذلك التوجيه الرباني في كيفية معالجة رب الأسرة لزوجه إذا نشزت، فأرشد الله عز وجل الزوجة أن يبدأ بالموعظة، فالهجر في المضجع،
فالهجرة في المضجع فالضرب غير المبرح فأخيرا بعد الحكمين ومن الحكمة كذلك الرفق واللين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضل غليظ القلب لانفضوا من حولك باستثناء ما لا يصلح معه ذلك ويتطلب عزما وشدة. ثالثا المرونة والتكيف تجاه المتغيرات يجب على القائد أن يجعل عدة احتمالات في علاجه لهذه المشكلة ويجعل لكل احتمال خيار ولا يقتصر على احتمال واحد ويصدم بواقعه إذا لم يقع هذا الاحتمال. نعم يا أخي أود منكم أن أختصر الكلام. حاضر يا شيخ علي إن شاء الله على مشكلة انتهاء سامحونا. ثم لا يقتصر أيضا على خيار واحد في حل المشكلة بل يتعدى إلى عدة خيارات حتى لا يعجز عن حلها إذا لم ينجح في أحد هذه الخيارات. ثم يا إخوة أخيرا أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وهي في تعريف القيادة وأن القيادة لها مجالات عديدة وأن اتباع التعليم الإسلامي في اتخاذ القرارات القيادية كفيل بسدادها وحسن معالها ومنها ما تقدم في الفصل الأول وكذلك امتثال القائد للتعليم الإسلامي في كيفية التعامل مع النزاعات وحل المشكلات مما يعينه على علاجها وقد تقدم في الفصل الثاني شيء منها وأن من الحكمة في حل المشكلات وعلاج النزاعات التدرج وتقديم الأولويات والرفق واللين والمرونة والتكيف تجاه المتغيرات. ثم يا إخوة أهم التوصيات ومنها التوصية بمزيد التأمل في القرآن والسنة واستقراء ما فيه من التعليم المتعلقة باتخاذ القرارات أو المتعلقة بعلاج النزاعات وكذلك التوصية بجمع سير القادة الذين عملوا بتعليم الإسلام في اتخاذ القرارات وبيان الجوانب المشرقة في حياتهم. وأخيرا وبهذا يتم البحث وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون والإمداد في الدنيا وفي الآخرة وأكرر شكري وامتناني للقائمين على هذا المؤتمر المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يقر أعينهم بإتيان أكله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الأستاذ عامر العودة كلمته القيمة تحت العنوان التعليم لحل النزاعات هذا القرار حل النزاعات. أشكركم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نشكر لأستاذ دكتور عامر علي عود بارك الله في عمركم وعملكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. كما تعلمون الآن عندنا أستاذ دكتور زين العابدين حفظه الله تعالى. نحن نرحب ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا لأستاذ دكتور زين العابدين ونشكره بإعطائنا الوقت الغالي في المؤتمر هذا. نعم الآن ندعو الأستاذ دكتور زين العابدين بموضوعه القيادة الحديثة ومبادئها الأخلاقية من المنظور الإسلامي. فليتقدم الأستاذ فليتفضل مشكورا. دكتور أستاذ زين العابدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يمكن أن يؤكد لي أحدكم بأن صوتي واضح؟ نعم يا أستاذ واضح. شكرا لكم. قبل أن ألقي الضوء على موضوعي أود أن أقدم جزيل الشكر لجميع المنتظمين والقائمين على هذا المؤتمر وعلى رأسه هذه القافلة أخونا دكتور طاهر حفظه الله ورعاه. بالنسبة للموضوع
القيادة الحديثة ومبادئها الأخلاقية من المنظور الإسلامي. من المعلوم للجميع أن المؤسسات الناجحة سواء كانت بحجم صغير أو بحجم الدولة هي تحتاج إلى بعض الأسس الأخلاقية بشكل الإشعارات أو الدستور الرسمي أو المنهج، كما نجد شعاراً أخلاقياً عند مؤسس جمهورية باكستان الإسلامية محمد علي جناح الملقب بالقائد الأعظم، وهذا الشعار عبارة عن الإيمان والاتحاد والنظم، وهو الشعار الأخلاقي الرئيسي للقائد الأعظم الذي صرح عنه عدة مرات بعد تأسيس باكستان. وهكذا توجد دساتير أخلاقية لدى كل مؤسسة ناجحة مع وجود دستور قانوني، ومن ثم القيادة الناجحة أو إلى طريق النجاح بحاجة إلى بعض الأسس الأخلاقية من الصدق والأمانة والإخلاص والعدل والإحسان والنظم والوحدة والعزيمة والثبات والانتصار للحق وغيرها من القائمة يصعب حصرها هنا. وهناك أناس يظنون أن هذه الأسس الأخلاقية قدمها لنا الغرب قدوة لنا، لكن الحقيقة عكس ذلك، لأن الإسلام دعا إليها قبل الغرب أو قبل الأمم المتقدمة. فأمامنا دولة باكستان، وهي دولة جمهورية إسلامية، ويتجلى أثر الإسلام في مبادئ أخلاقية مختلفة لدى كل مؤسساتها سواء كانت حكومية أو غير حكومية. وهذه المبادئ قد تظهر خلال شعارات. على سبيل المثال، جيش باكستان شعاره الإيمان والتقوى والجهاد في سبيل الله، والتقوى من أهم الأسس الرئيسية لدى أصحاب المشروعات والقيادة، والذي ينمي أي عمل صالح، كما يقول الله سبحانه وتعالى عن فضل المسجد النبوي الذي أسس على التقوى والنية الصالحة، والرد على إنشاء القيادات والمؤسسات على الفساد ودمار المجتمع، إذ يقول تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم به. وكذلك تستقي قيادة القوات ضد المخدرات ما نسميه بالإنجليزية anti-narcotics. هذه الإدارة بباكستان شعارها المجتمع المطهر من المخدرات، وهذا الشعار مستنبط من الآية الكريمة المكتوبة على موقعها: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذه المؤسسة تسعى في إعداد البيئة الصالحة بعيدة عن المخدرات للجيل الذي يدرك خطورة هذه المهمة، بينما تجد قيادة المكتب القومي للمحاسبة والذي يطلقون عليه National Accountability Bureau في باكستان نصب عينها في الآية الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه مؤسسة حكومية تهتم بمحاسبة الفساد المالي والرشوة وتطهير المجتمع منها. وكذلك تقوم وزارة التعليم الفيدرالية بباكستان على بعض الأسس الأخلاقية والتي تفيد الإخلاص، السعي إلى الامتياز في العمل، العمل الجماعي وكسر الضغوط والتفرقة، الابتكار والتفكير الإبداعي للتطور، تحمل المسؤولية تجاه المواطنين والإخلاص. والإخلاص من أهم دعائم الأخلاق والدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. فاستفسر الصحابة: لمن يا رسول الله؟ فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا تقل المؤسسات الغير الحكومية في دعم مشروعها بالقيم الأخلاقية، كمؤسسة فاطميد التي تساند مرضى تاليسيميا وهو مرض خطير، وقيادة هذه المؤسسة لديها رؤية واضحة وأهداف سامية، وهي خدمة المجتمع وتوفير العلاج للمرض المذكور بأكبر بنك الدم في باكستان. فديننا يعلمنا أهمية حفظ حياة كل فرد من المواطنين،
إذ قال الله تبارك وتعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يقول دكتور زياد بن عابد في هذه الآية وفيها من الحث على تعظيم النفوس وحفظها، وأن من تسبب ببقاء نفس واحدة بنهي قاتلها أو استنقاذها من أسباب الهلاك فكأنما أحيا الناس جميعا. وكذلك هناك مبادئ، والمبادئ الأخلاقية القيادية يدعو إليها القرآن والسنة النبوية، ومن أهم هذه المبادئ النصح والإرشاد. ولقد ورد في القرآن الكريم أهم خلق في الأنبياء عند دعوة أمتهم وهو النصح، كما ورد في سورة الأعراف على لسان سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا صالح وسيدنا شعيب عليهم الصلاة والسلام، إذ يقول سيدنا نوح عليه السلام لقومه أبلغكم رسالة ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، ويقول سيدنا هود عليه الصلاة والسلام لقومه أبلغكم رسالة ربي وأنا لكم ناصح أمين، كما يقول سيدنا صالح عليه السلام عن النصح لقومه رغما عنهم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. كذلك سيدنا شعيب لأهل مدين يقول لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. يشرح الشيخ شعرابي معنى النصح وقيده في جميع هذه الآيات بالجار والمجرور لكم، إذ يقول بأن النصح أن يوضح للإنسان المصلحة في العمل وأن تجرد نيتك مما يشبهه، وهل أنت تنصح آخر بأمر يعود نفعه عليك؟ إنك إن فعلت ذلك تكون النصيحة متهمة، وإن نصحته بأمر يعود عليك وعليه فهذه نصيحة لك وله، ولكن حينما تقول نصحت لك أي أن النصيحة ليس فيها سؤلة خاصة بك بل كل ما فيها لصالح من تبلغه فقط، وبذلك يتضح الفارق بين نصحته ونصحت لك. وفي حديث قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح بأنه هو الدين، فيروى عن التميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعلى القادة ومدراء المؤسسات ألا يتهاونوا في النصح للموظفين والزبائن وعامة الناس في نفس الوقت، مهما زاد عداوة الناصح وكرههم على الناصح. وكذلك ورد في الحديث النبوي الشريف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. وقبل الختام أريد أن أشير إلى أمر مهم وهو التوافق بين القول والعمل، هذا أيضا يدعو إليه الإسلام والسنة النبوية، لأن التوافق بين ما يؤمر الناس به وبين عمل شخصي من أسمى خلق القيادة وسبب لكسب ثقة الناس. وقد ضجر الله سبحانه وتعالى اليهود بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقد عاب الحق سبحانه من يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، فلا يطبق على نفسه ما يأمر به غيره ويفعل ما ينهى الناس عنه. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وكذلك من المبادئ الأخلاقية الإسلامية الاعتصام بدين الله وعدم التفرقة، فإن الاتحاد وعدم التفرقة من أهم الاستراتيجيات القيادية لأي هيئة كانت وبأي حجم كانت، ومن ثم يشجع الإسلام والمسلمين على الاعتصام
بحبل واحد يشمل الجميع دون تفرقة لأسباب مختلفة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لضيق الوقت أريد أن ألملم أطراف الحديث، وفي الختام أود أن أقول إن القيادة الحديثة تواجه عدة تحديات بوجود أوضاع مستحدثة يوما إثر يوم، ولكنها بحاجة إلى الاستعانة بالأسس الأخلاقية في كل زمان. فكل هيئة تجعل لمسارها بعض مبادئ أخلاقية، وهي حاجة ملحة لوجودها السليم غير ذي عوج من ناحية سلوكية. ومن ثم نجد في الإسلام نور المبادئ والفضائل التي يستضيء بها كل قيادة، كما رأينا عند نماذج المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في الإسلام. ثم إننا نجد القرآن الكريم والسنة النبوية مصدري المبادئ الأخلاقية كالنصح والإرشاد والمسؤولية والأمانة والشجاعة الأخلاقية والحكم بالعدل والقسط، وكذلك التوافق بين القول والعمل والعزيمة والتشاور والمثابرة. وهذه هي المبادئ، مبادئ الخلق الإسلامية التي لا يستغني عنها أي قيادة حديثة. وأكتفي بهذا القدر، أشكركم لحسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أستاذنا. نحن نشكركم وندعو الله تعالى أن يبارك في عمركم وعملكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. شكرا. والآن أدعو الأخ أستاذ دكتور فراز الحق من جامعة الهندسة والتكنولوجيا قراتشي أن يقدم مقالته. الأستاذ دكتور فراز الحق علم التطوير المهني للقادة في الدول النظام الأخلاقي الإسلامي. الأستاذ فراز الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل صوتي واضح يا مشايخ؟ نعم يا أستاذ واضح، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لا أدري إن كنتم ترونني، أنا فتحت الكاميرا لكن لا يظهر لي أنكم ترونني. هل صورتي واضحة؟ نعم صورتكم واضحة يا أستاذ. طيب المعذرة. أولا قبل أن أبدأ بعرض موجز على بحثي، أحب أن أشكر القائمين على هذا المؤتمر المبارك، مؤتمر القيادة في ضوء الإسلام إطار للممارسة في العالم المعاصر، وأشكر جامعة الرفاه العالمية بإسلام آباد على إنعقادهم لهذا المؤتمر المبارك في موضوع مهم. وبحثي الذي قدمته هو كما ترون هو عن التطوير المهني للقادة في ضوء النظام الإخلاقي الإسلامي. فهذا البحث قسمته إلى 3 فصول ثم خاتمة. الفصل الأول يتعلق بأسس والمبادئ للقيادة المؤثرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبالذات في سيرته المباركة. والفصل الثاني عن نماذج من استلهام بعض الأسس ونماذج القيادة في العصور المتأخرة، أي من بعض القادة المتأخرين الذين قادوا الناس. والفصل الثالث هو عن تحديات وتوجيهات لاسترجاع هذه الأسس الناجحة في وقتنا الحاضر، ثم الخاتمة وهي عن نتائج البحث وبعض الاقتراحات. أولا بدأت بحثي عن ذكر أسس ومبادئ القيادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر له أهمية كبرى، إذ في حدود اطلاعي القصير لاحظت أن كثيرا من الناس لما يتكلمون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقتصرون على جوانب في عبادته وزهده، وأنه كان يدعو الناس إلى الصلاة وكان يقيم الصلاة والزكاة وما إلى ذلك. لكن لما نأتي إلى
قول الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نفهم من هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم وتعليماته هي قوية ومؤثرة بحيث أنها تغلب على جميع الأديان. وهذه التعليمات كيف تغلب؟ تغلب بسياسة الناس وبدعوة الناس إلى الإسلام وبإدارة الناس وبالمهارات القيادية التي نراها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فذكرت بعض هذه الأسس والمبادئ كما ترون أمامكم. بدأت بذكر البدء بالأهم فالأهم، هذا أمر ملاحظ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضرب لكم مثالا على هذا على السريع. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل من أحب أصحابه إليه إلى اليمن، فأمره بأن يدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، فقال فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. فإذا وجهه إلى أن يبدأ في دعوته بالأهم فالأهم. وهكذا ينبغي أن يكون جميع القادة، سواء في الإدارة، سواء في الجامعات، سواء في المؤسسات، أن يركزوا على الأشياء الأهم فالأهم. ثم وضوح الهدف واليقين. وخير مثال على ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خندق، وكان أصحابه في حالة صعبة وفي حالة عسرة، ولم يكن بيدهم الطعام ولا الشراب. فلما نادوا النبي صلى الله عليه وسلم وضرب بإحدى الصخور الكبيرة، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح كسرى، أعطيت مفاتيح قيصر. فننظر أنه في هذه الحالة الحرجة مع ذلك كان متيقنا على أن النبي على أن الله تبارك وتعالى سيوفيه هذه الوعود. ثم الشمولية والعدالة والشجاعة، ثم شمولية والعدالة والشجاعة، كلها من الصفات المباركة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أنه كان يهتم بالجميع، بجميع أصحابه، وكان يصبر، وكان حازما مع لين، يعني لين في الكلام لكن حازم في مواقفه. كذلك كان يختار الرجل المناسب للمكان المناسب، وكان يركز على الشورى. وهذه الصفات ذكرت نماذج من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها تؤكد هذا المعنى. ثم الفصل الثاني كان لذكر بعض القادة الذين برزوا في العصور المتأخرة، وتعمدت عدم ذكر القادة من حياة الصحابة، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عاص وغيرهم. لماذا؟ لأن كثير من الناس لما يقال لهم هؤلاء القادة الذين هم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير من قادوا الناس، يقولون هم كانوا وجدوا التربية والاهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك برزت فيهم هذه الصفات المباركة، وأن لنا القائد المربي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فنجد أننا في بعض عصورنا المتأخرة كذلك وجدنا بعض القادة المؤثرين المتميزين. وذكرت 3 من هؤلاء، ولا يخفاكم جميعا الحضور المبارك هؤلاء، ولكننا نرى أن جيلنا المعاصر والشباب لا أظن أنهم يعرفون كثيرا من قضايا أو سير لهؤلاء القادة. من أشهرهم موسى بن نصير، القائد الشهير فاتح الأندلس، وقد فتح الأندلس في عهده على يد القائد طارق بن زياد الليثي، نعم، وذلك سنة 92 بعد الهجرة. ويعتبر طارق بن زياد من أشهر القادة العسكريين في التاريخ. والثاني عبد الرحمن الداخل، المتوفى سنة 172 من الهجرة، ومن اللطائف أنه سمي بالداخل أو اشتهر بالداخل لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنيا وقامت دولة بني عباس، هرب هذا عبد الرحمن فنجا ودخل إلى الأندلس. عفوا يا أستاذ، أرجو منكم الاختصار لأن دقة الوقت. حاضر شيخ، لا أدهي خلاص. والقائد الثالث هو القائد صلاح الدين الأيوبي، فذكرت نماذج من سيرتهم المباركة. ثم الفصل الثالث ذكرت بعض هذه الصفات المباركة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أننا نسترجع هذه الصفات وكيف نطبقها في حياتنا وفي واقعنا، ولا سيما القادة المعاصرين. ثم خاتمة بذكر أهم نتائج البحث، وأخيرا التوصيات بنشر السيرة النبوية بإبراز القيم القيادية. كذلك وصيت أن يدرج هذه المادة، مادة القيادة، في مقررات الجامعات مع ضرب الأمثلة للقادة المسلمين المؤثرين. كذلك أوصي مراكز الإعلامية بضرورة إنشاء بعض الأفلام والمسلسلات التي تعرف بشخصيات القيادة الإسلامية. وأشكر الحضور المبارك، وأشكر المنتظمين ومقرر الجلسة وجميع المشايخ الكرام على هذا الصبر وعلى هذا الاهتمام، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ وبارك الله فيكم ونشكركم عن نيابة القسم العلوم الإسلامية بجامعة رفع العالمية إسلام أباد. والآن أدعو الأستاذ معزم حافظ معزم شاه أن يتقدم مقاله حول موضوع مفهوم القيادة في الفكر الإسلامي والفكر الغربي دراسة مقارنة في ضوء التحديات المعاصر. ونرجو من الأستاذ لديكم 10 دقائق فاختصار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أتقدم بشكري وتقديري وامتناني العميق والبالغ لجامعة رفا على عقد هذا المؤتمر المهم في موضوعه ومكانه وزمانه، تلبية لحاجة ماسة للأمة الإسلامية في العصر الراهن. كما أشكر القائمين على هذا المؤتمر على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة العلمية. أما عنوان بحثي فهو مفهوم القيادة في الفكر الإسلامي والفكر الغربي دراسة مقارنة في ضوء التحديات المعاصرة. تعني هذه الورقة إحاطة مفهوم القيادة الإسلامية ودراستها ومقارنتها مع الفكر الغربي، فقد تم توضيح مفهوم القيادة في الإسلام ثم مقارنة هذا الفهم مع الغرب. ليساعد هذه الدراسة على فهم القرارات المختلفة التي يتم اتخاذها، كما يساعد على تحليل النظريات ذات الصلة والمعاصرة. فالقيادة هي إحدى المكونات الحيوية والعوامل التمكينية للمساعدة والإدارة. وإذا تكلمنا عن مفهوم القيادة، فمفهوم القيادة بيناها في اللغة العربية، ثم مفهوم القيادة في الإسلام، فتستخدم كلمة القيادة في عدة معان، منها الإمامة والإمارة والولاية، وتعني في اللغة السلطان، ومنها الولي، وهو كل من ولي أمرا أو قام به. فهذه هي المعاني الموضحة في هذا البحث حول مفهوم القيادة في الإسلام. ثم بعد النظر في هذه المعاني، إذا تكلمنا عن مفهوم القيادة فيمكن فهم ظاهرة القيادة بناء على هذه المفاهيم. فالقيادة قوة تتدفق بين القيادة والأفراد بطريقة مبهمة، يترتب عليها توجيه طاقات الأفراد بأسلوب متناسق باتجاه الأهداف التي حددها القادة، وسعي لتحقيق هدف معين والمحافظة عليه. وهي قوة تتفاعل مع محيطها وبيئتها وجوها الذي تعمل فيه، فهي لا تتحرك في الفراغ وإنما حسب المعطيات القائمة. فهي قوة فعالية ولا تتوقف، قد ترتفع درجة نشاطها وكثافتها ومداها، وقد تنخفض لكن لا تهمد، فهي إما موجودة بفاعلية أو غير موجودة على الإطلاق. فالمبادئ الأساسية للقيادة الإسلامية يستمد أكثر أبعاد القيادة الإسلامية من مصدرين، هما النقلي والعقلي. وإذا تكلمنا عن المصدر العقلي فهو القرآن والسنة، وإذا قلنا المصدر العقلي فالذي يتم الاستمداد فيه بالقياس والاستحسان وما إلى ذلك من المصادر العقلية للفقه الإسلامي. وهذا المصدر يستخدم في استنباط الأحكام الشرعية على غرار بعض المناهج العقلية التي تستخدم في العصر الحديث في الغرب أيضا. وبعد النظر في المصادر النقلية يتضح لنا أن القائد لابد أن يلتزم بثلاثة أمور أساسية، وهو التوحيد والعبادة والاهتداء والاسترشاد بالأحكام الشرعية. والأمور المستمدة من المصادر النقلية هي تعتبر أساساً للخلافات في النظريات الرئيسية بين النظرية الإسلامية وبين النظرية الغربية للقيادة. وإذا تكلمنا عن المبادئ الأساسية للقيادة الإسلامية فيمكن أن تشتمل على أولاً الشورى، وهي أول مبدأ في القيادة الإسلامية. لقد أوضح القرآن الكريم ضرورة التزام القائد المسلم بالتشاور مع أهل العلم والمعرفة، حيث يقول الله تبارك وتعالى وأمرهم شورى بينهم. المبدأ الثاني هو القيم الأخلاقية، فنظرية الإسلام تمتاز من النظرية الغربية بإدخال القيم الأخلاقية في المبادئ الأساسية للقيادة، حيث ذكر القرآن الكريم من ميزات النبي صلى الله عليه وسلم حسن التعامل وحسن خلقه مع الصحابة، حيث يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
وهذه القيم تنقصها النظرية الغربية للقيادة، حيث يكتشف العديد من الأمور والمشاكل في النظرية الغربية من هذه الناحية. النقطة الثالثة والمهمة هي المسؤولية. فلقد أوضحت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر وغير مباشر تدل على صفات القيادة، ومنها المسؤولية. فذكر في الحديث المعروف: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. ثم المبدأ الأساسي في القيادة هو العدل، فعلى القائد أن يعامل الآخرين بالعدل والإنصاف بغض النظر عن أجناسهم أو ألوانهم أو أصولهم القومية أو الدينية. والقرآن الكريم يأمر المسلمين أن يكونوا قوامين بالقسط حتى في التعامل مع خصومهم، حيث يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه هي المفاهيم التي تستمد من القرآن والسنة للقيادة الإسلامية. وإذا تكلمنا عن مفهوم القيادة من منظور الغرب، فهناك نظريات مختلفة وتعريفات مختلفة. فيعتقد فيتس باتريك، ويتكلم عن مفهوم القيادة من منظور الغرب، يقول إن القيادة تستلزم علاقة ديناميكية قائمة على أساس التأثير المتبادل والهدف المشترك بين القادة والمتبعين، حيث ينتقل كلاهما إلى مستوى أعلى مستويات التحفيز والتطور الأخلاقي، لأنها تؤثر على التغيير الحقيقي المقصود. ويتضح من خلال هذا التعريف أن القيادة هي اتخاذ إجراءات بطريقة مخططة لغرض إنجاز خطة القائد، والقائد مخول بالصلاحيات ولا يحدد دوره أي دين، أي ولا يحدد دوره أي دين، حيث يفعل ما يشاء في حدود قوانين البلاد. وتركز هذه النظرية للقيادة على أنشطة منوطة بالقائد، ولا تركز على سماتهم المميزة والقيم الأخلاقية المطلوبة في القائد. أما الإسلام فيختلف دور القائد في القيادة، حيث إن لديه خيارات محددة ومحدودة من قبل الشريعة الإسلامية، وهو ملتزم بالاسترشاد من القرآن والسنة وآراء العلماء المجتهدين، فليس أمامه مجال مفتوح، فهو يتعرض للمساءلة من قبل الشريعة أيضا. فالمثقفون الغربيون يميزون بين الأنشطة الدينية والأنشطة العصرية لها علاقة بالقيادة، أما الإسلام فلا يمجز ولا يفرق بين هذا وذاك، حيث يضع الإسلام قواعد السلوك البشري الشاملة لجميع مجالات الحياة البشرية. فالدين ليس مجرد فكر ولا شعور، فالشؤون الدينية وأمور الدولة كلها تعتبر من أمور الدين. ثم إن الإسلام يركز على صفة الأمانة أيضا، وهذه الصفة هي صفة أساسية مستنبطة من القرآن والسنة في القيم المطلوبة في القائد. والمسؤولية الأساسية للقائد هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أيضا مسؤول عن وضع آليات واتخاذ خطوات لازمة في سبيل تنفيذ أوامره المعروفة، ووضع خطة شاملة للنهي عن المنكر. وفي الأخير يأتي مرحلة تعيين القائد. فعملية تعيين القائد تدور حول التأثير على مجموعة منظمة تجاه تحقيق أهداف مشتركة فقط. أما الإسلام فعملية القيادة في الإسلام تعتمد بشكل كبير على الخلافة، وهذا واضح عندما لجأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إجراء خطوات لتعيين الخلف بعد وفاته. لكن مع ذلك فإن الإسلام لم يحدد طريقة خاصة لانتخاب الرئيس أو القائد كما نراه في تعيين الخلفاء الراشدين، حيث لم يتم اختيار طريقة واحدة لانتخاب الجميع، بل ترك الأمر إلى عامة المسلمين. نعم، إن الإسلام يهتم برأي العلماء والمثقفين مع التأكيد اللاحق من قبل الجمهور من خلال الموافقة العامة. فشكراً على حسن استماعكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. جزاكم الله خيرا جزاء، ونشكركم أستاذ معظم شاه نيابة قسم دراسات الإسلامية بجامعة الرفع العالمية. ونحن الآن عندنا أستاذ في الأخير، يعني في هذه الجلسة نختتم بالكلام بكلمة الأستاذ معنا رئيس الجلسة الضيف الشرف الدكتور الأستاذ عبد الصمد شيخ رئيس
قسم الحديث وعلومه بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام أباد. فأنا أؤكد أن أستاذ معنا موجود. نعم بسم الله، أنا موجود معكم. نعم يا أستاذ. فأنا أود أن أدعو أستاذ الدكتور الأستاذ عبد الصمد رئيس قسم الحديث وعلومه بالجامعة الإسلامية أن يلقي الملاحظات الختامية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد الله. أرى أن صوتي واضح للإخوة جميعا. واضح يا أستاذ، واضح تماما. جيد. بادئ ببدء، أنا أشكر القائمين على هذا على عقد هذا المؤتمر الطيب القيم، على رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور طاهر حفظه الله، وجميع الذين ساعدوه لعقد هذا المؤتمر القيم. وأنا أعرف المشاكل التي تحصل ويعانيها القسم في عقد مثل هذه المؤتمرات، فأنا أشكرهم على ذلك وإتاحتهم لي فرصة حتى ألقي كلمات أو أعلق ما عندي من بعض الأمور. ثانياً أرحب جميع الضيوف الذين شاركوا في هذا المؤتمر، وخاصة في هذه الجلسة الطيبة، والتي هي عبارة عن الموضوعات التي تتعلق بالقيادة في الإسلام من نواحي مختلفة. فأشكرهم على رأسهم دكتور محمد حمادي كنان، وطبعاً ألقى إلقاءه الطيب القيم على موضوع القيادة في الإسلام، أصولها مقوماتها وأهدافها. ثانياً أشكر وأرحب الضيف الأخ الكريم الدكتور عامر علي العود من السعودية، أرحبه وهو ألقى الإلقاء الطيب القيم حول موضوع التعاليم الإسلامية لحل النزاعات واتخاذ القرار ومهارات حل مشكلات القيادة. ثالثاً أشكر فضيلة الدكتور زين العابدين الذي ألقى موضوعه حول القيادة الحديثة ومبادئها الأخلاقية من المنظور الإسلامي. ثم فضيلة الدكتور معظم شاء، حيث ألقى موضوعه بعنوان مفهوم القيادة في الفكر الإسلامي والفكر الغربي، دراسة مقارنة في ضوء التحديات المعاصرة. ثم أرحب فضيلة الأخ الدكتور سمع الله زبيري، حيث ألقى موضوعه المعنون ببناء الشخصية طفل القائد في ضوء السيرة النبوية. ثم أخيرا أخي الدكتور فراز الحق حفظه الله، حيث ألقى موضوعه المعنون بالتطوير المهني للقادة في ضوء النظام الأخلاقي الإسلامي. في الحقيقة أنا استمعت لهذه الإلقاءات كلها، وفي الحقيقة هذه كانت قيمة، أنا استفدت كثيرا، والإخوة الذين شاركوا في الحقيقة يعني كانوا قدموا يعني الكلمات الطيبة والمادة الغزيرة في هذا الصدد. بالنسبة للقيادة، نحن نعرف، أنا طبعا أنا أحاول أن أنقي لكم من الخواطر التي خطرت ببالي أثناء الاستماع لهذه الإلقاءات. فأقول القيادة مطلوبة في الشريعة الإسلامية، وكل واحد يتمنى ويدعو لها أن يكون قائد، أن يكون إماما، وكل واحد منا يدعو لا لنفسه فقط، بل لأسرته، لزوجته، لأبنائه وأولاده، أن يجعلهم الله سبحانه وتعالى إمام أو أئمة للمتقين في المستقبل. والآية معروفة هي ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن مع الأسف المشاكل والأزمات التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذه الآونة الأخيرة المعاصرة، يعني من الصعب أن نتمنى القيادة، ولم نوفي بمطالب القيادة، حتى يعني لم تتوفر هذه المطالب التي لابد من توفرها لكون الرجل قائد. جيد. ونحن نعرف في القرآن الكريم أن هذا الموضوع نوقش كثيرا في قضية داود عليه السلام وسليمان عليه السلام والأنبياء الآخرين، بأن القيادة لا يستحقها إلا من أثبت الأحقية، إما عن طريق العلم، إما عن طريق الثقافة، وإما بالطرق الأخرى. جيد. فإن الله عز وجل حينما ذكر العلم فلم يقيده بالعلوم الشرعية في القرآن الكريم، يعني كلمة علم استخدمت
بمشتقات عديدة في القرآن الكريم كما ذكر سبحانه وتعالى في سياق داود وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، وذكر في سياق سليمان عليه السلام علمناه منطق الطير، جيد علمنا منطق الطير مثل هذه الآيات. ففي الحقيقة القيادة لا تكون إلا لمن أثبت الأحقية. ففي الواقع حينما نرى الدول الإسلامية والقادة الإسلامية اليوم لابد أن نتفكر ونتمعن في هذه القضية، هل أثبتنا الأحقية في هذا الصدد في العلم والثقافة في مبادئ والقيم الخلقية والدينية، هل أثبتنا فيها؟ مع الأسف حينما نرى كرفشن الفساد المالي فدول الإسلامية ما شاء الله خاصة دول إفريقية الإسلامية على رأسها، ومن حيث يعني إتاحة الفرصة للمواطنين غير المسلمين في دولنا مثل ما حدث في باكستان، وهذا يحدث كثير في الدول الإسلامية، يعني نجد قليلا من التسامح والتعايش مع غير معتنقي الإسلام مع المعتنقين الأديان الأخرى السماوية. ففي الحقيقة القيادة تحتاج منا بعض المطالب، جيد، وطبعا الشبان أو الشيوخ الذين مروا بهذه المراحل كلها من الحياة الآن من الصعب أن نبحث فيهم قائد للأمة الإسلامية فيما بعد لاستشراف المستقبل. فبالتالي لابد أن نغرس هذه القيم والمبادئ التي جاء بها الإسلام وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الأولين والآخرين، لابد أن نغرس هذه المبادئ والقيم في أطفالنا. فموضوع الأخ سميع الله زبيري كان قيم من هذه الناحية، لابد أن نعد أطفالنا حتى يكونوا قادة للأمة الإسلامية فيما بعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يعلم أصحابه أشياء لم يكن يركز على الشيوخ والكبار أو الشبان بل أطفال. يعني حينما أقرأ هذا الحديث التي يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بأن الرسول قال له وكان صغيرا جدا كان طفلا، فأن الرسول قال لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا أن يشاء الله، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا أن يشاء الله. جيد، فالرسول صلى الله عليه وسلم يغرس هذه القيمة والمبدأ التوحيد في هذا الطفل الصغير. انظروا، فنحن نتعامل مع أبنائنا وأولادنا كأنهم أطفال، هذه الأمور لا تهمهم في الحقيقة، يعني مبدأ التوحيد ومثل هذه القيم، لكن الرسول كان يركز على الأطفال أكثر من أي واحد. وهكذا نرى المبدأ الثاني، نجد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في تعلم العلم، بتعلم العلم. ومع الأسف نحن نرى بعض الإخوة والأخوات الذين يحصرون العلم بالعلوم الشرعية، رغم أن ابن خلدون رحمه الله حينما تكلم عن العلم وأنواعه جيد يعني أطال وأسف في هذا الصدد، وحاول أن يثبت بأن العلم المقصود في الشريعة الإسلامية ليس محصور فقط على العلم الشرعي، يعني هناك علوم يمكن أن 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 يمكن أن 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 نأتي إلى معرفة الله عن طريقها، مثل ما نرى اليوم في الفيزياء والكيمياء وغيرها، يعني هناك حقائق لا تثبت إلا وجود الله سبحانه وتعالى حينما تفكر في الكون، والعلوم التي تتعلق بميتافيزيكس ميتافيزيك. فالعلوم ليست منحصرة على العلوم الشرعية، بل كل العلوم المطلوبة وعلى رأسها العلم الشرعي حتى يعيش المسلم الحياة وفق تعليمات الإسلامية أو وفق ما هو المطلوب من في الشريعة الإسلامية. فالعلم هو مهم، وعمر رضي الله عنه كان يقول لأصحابه تعلموا قبل أن تسودوا أو تعلموا قبل أن تسودوا، يعني قبل السيادة لابد من طلب العلم، والإمام البخاري رحمه الله بوب العلم قبل العمل. فالعلم مهم جدا، ومع الأسف نرى الأمة الإسلامية متخلفة في العلم. فبالتالي إذا كانوا متخلفين في العلم، وحيث ما نرى حينما نطير النظر حولنا في كل العلوم فلا نجد هذه العلوم يعني رسخت في أذهان وقلوب المسلمين في الآونة الأخيرة. فالأمة الإسلامية هي بحاجة إلى التطور والترقي والتقدم في مجال العلم، العلم الشرعي وغيره، حتى يعني نكون قادة للأمة الإسلامية. والأمر الآخر الذي يعني مهم جدا لمن يصلح أن يكون قائد في المستقبل هذا الضمير الإنساني. جيد، مع الأسف حينما نرى حولنا في الدول الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية يعني الضمير إذا كان بقي حيا ونرى أبعاده ومظاهره هذا صعب، خاصة في المجتمعات الإسلامية في هذه الآونة.
جيد. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني هناك حديث واقصى بالمعبد حديث واحد، لكن ما يتعلق بهذا المعنى وجد في أحاديث كثيرة جدا. يعني حينما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يختلجه بعض الأمر في صدره في قلبه، ماذا يقول فيه وماذا يفعله وكيف يفعله، هل يقول بي ويفعله أو لا يفعله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن افتاك الناس وأفتوك. رغم أن هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء، لكن المعنى الذي يظهر إذا كان الضمير حيا، إذا كان الضمير حيا فهو يفضي بنا إلى مواقف جادة يعني مبنية على الحق. فهذه أمور لابد منها للقيادة في عالمنا المعاصر. فمع الأسف حينما نرى حولنا من الأمور فهي في الحقيقة تخالف هذه الأمور، فلابد من التركيز على شخصية الطفل حتى نجعل منها بناء يعني حتى نبني منها الشخصية الإسلامية حتى تكون صالحة المستقبل. فهذا كان مني في الحقيقة يعني بعض الخواطر التي ألمت بي، فأردت المشاركة معكم. وإلا ما شاء الله كل الإخوة جاءوا بالمادة القيمة وكانوا على عدة طيبة، فأشكر فضيلة الإخوة الإخوة الكرام كلهم الذين شاركوا في هذا الجلسة والقائمين على هذه الجلسة وعلى هذا المؤتمر بالعموم. أشكركم، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. جزاك الله أحسن الجزاء. دكتور عبد الصمد الشيخ for providing feedback on the Arabic session. He is currently working at International Islamic University as head of the Department of Hadith and its Sciences. Thank you so much. We further proceed, and this is the last session of our today's sessions, and that is the Urdu session. And we will conclude after this session, today's sessions. I would like to introduce the moderator for this session, would be Dr. Hafiz Waqas Khan, Assistant Professor, Department of Islamic Studies. And the co-moderators of this session would be Mr. Abdurrahman, Lecturer, Department of Islamic Studies, and Mr. Muhammad Numan will be the coordinator of this session. So I invite Dr. Hafiz Waqas Khan to open this session for the Urdu speakers. We, alhamdulillah, have experts in this session. Dr. Mohiuddin Shah Hashmi from Allama Iqbal Open University, Dr. Suhaib Hassan from UK, Dr. Noor Hayat Khan from Namal University, and finally, Professor Dr. Muhammad Ijaz, Director, Sheikh Zayed Islamic Center. So over to Dr. Hafiz Waqas Khan. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dusri Bainul Aqwami Conference ke pehle din ka aakhri session, ke jisme aaj is session mein इस सेशन की को चेयर करेंगे मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इजाज साहब, और इस सेशन में चीफ गेस्ट के तौर पर हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर शाह मुहिद्दीन हाशमी साहब, जो कि डीन फैकल्टी ऑफ अरबी हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। वो हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम इन्हें खुशामदेद कहते हैं।